طلب العلم. Pour la connaissance. لماذا نطلب العلم؟ À cause qu'il faut la connaissance. لأن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. À cause des ulamas, les savants, sont hérités par le prophète. وطريق طلب العلم هو الطريق إلى الجنة. Et c'est même pour la connaissance, et c'est même comme le prophète, جنة, paradis. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، لم يقل درجة، يقول درجات. إذن الإنسان بالعلم يرتفع درجات عند الله سبحانه وتعالى. لكن كيف أطلب العلم وأنا هنا في أفريقيا؟ كيف؟ يقول لا يوجد علماء، لا يوجد جامعات إسلامية، لا يوجد كتب، يعني قلة الموارد. ماذا أصنع؟ أنت تطلب من من؟ من الذي يعلمك؟ الله. إذن أول شيء افتقر إلى الله، التجئ إلى الله. إذن أولا لابد تطلب من الله أن يعلمك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بأن يستزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني مالا، لا جاها سلطانا، لا، وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك شوز كي تدمان لك الله سبحانه وتعالى قاليتي تدمان توب أغمت لي إنجي وقت الله يجل القرآن أو رب أغمت ممكنيسا. هنا الآن تستطيع أن تطلب العلم عن طريق هذه الوسائل المطورة، ولله الحمد. إيجي سي سي لوزوجي الله سبحانه وتعالى إن بينو أفيك بان بن سيستم مودرن بايوفا تكنولوجي مودرن كونو كاغي لا كونيسانس. اذا ما بقي عليك الا ان تسلك الطريق. اي نافانا هيك ريسلو اكسبتيزيس بو برانس باركو. تبدا بالمختصرات للمطولات. وكوماس افيك بن كي كور با بن كي لون دو لا كونيسانس. يعني لا يمكن أن تبدأ مثلا بالصحيح البخاري صحيح مسلم، لا، تبدأ بالمختصر مثل الدروس المهمة التي سندرسها اليوم بإذن الله تعالى. نكماس فايزر بحديث نكماس على صحيح البخاري نكماس بان كبلي كبلي كور بعدها سأجي نكشكي جي نكماس تبتلي بل هي شيء مهم فتو مسلم. إذا بدأت بعلم واحد لا تترك حتى تتمه، ثم تنتقل للعلم الثاني. وتمشي على ما يرشدك العالم، يعني ما ترجع إلى طلاب العلم، لا، ترجع إلى العلماء في طلب العلم. Et vous-même, les temps prend par contre vraie connaissance ou prend par contre guidance qui bonne scolaire. Pas étudier connaissance, mais bonne scolaire, il donne nous pour sa connaissance. نعم. وتراجع العلم. Et vous révisez sa connaissance. أهم شيء عندنا العمل بالعلم. L'important c'est vous en pratique avec sa connaissance. بعد العمل بالعلم الدعوة. Après nous finir en pratique avec sa connaissance, nous faisons la voie avec sa connaissance. الآن إذا كان يوجد حفرة في الطريق. Là si on a semé, il y a la trouille de semé. وهذا الأخ يمشي ولا يرى الحفرة. Sa frère, il peut marcher par voie sa tour. وأنت ترى. Et on voit. تنبه أو تتركه. هو نبي أو بوليسي. ها. كيف فعل؟ على جي. نعم أنبه لازم. سيما هو لي. طيب. إذا لم أنبه وسقط في الحفرة، هذا الذي يراه آثم إن لم ينبهه. هذا في حفرة الدنيا، كيف وأنت ترى الناس الآن أوشك الوقوع في حفر النيران ما تنبههم؟ إذن علينا بالدعوة إلى الله بالحكمة بالسنة الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
lakin bi ilm wa amal. Mais important la connaissance et la pratique.